ازاي نخلي رمضان فرصة للتصالح مع الله، مع الناس، مع النفس؟ الله، هو فرص رمضان فرصة عظيمة جدا جدا لتغيير النفس البشرية. فرصة عظيمة جدا ان انا اصطلح مع ربي، لانه من اول ليلة ربنا سبحانه وتعالى بينادي: يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر. كأنه يقول لي: ها هي سوق الخير نصبت، ومساحة العفو اتسعت، وباب المغفرة فتح، وباب الشر غلق. يا من تريد تجارة لن تبور، في هذا الشهر تدرك ما فاتك، وبالصيام فيه تلحق ما مضى من الأعمال والذنوب والسيئات. يا من تريد تجارة لن تبور، ورزقا لا ينفد، وربحا لا ينحصر، في هذا الشهر، هذا الشهر باب الصلح مع الله تبارك وتعالى بالصيام والقيام وتلاوة القرآن، باب الصلح مع النفس. لأن سبحان الله يا دكتور، تلاحظ حاجة عجيبة جدا، النفس في شهر رمضان بتبقى مختلفة تماما. تخيل حضرتك بني آدم قاعد في بيته لوحده، لا يراه أحد وليس معه أحد، وعطشان هيموت من العطش، وجعان هيموت من الجوع، والمية في التلاجة مشبرة وجميلة، والأكل موجود قدامه. المفاجأة إن نفسه لا تجرؤ أن تحدثه أن يشرب أو يأكل. ليه؟ لأن النفس هديت قوي، اتعلمت قوي، اصطلحت قوي. السؤال: النفس دي ليه بتتغير بعد رمضان؟ ففرصة ان احنا نستمر على ذلك، لأنه رمضان يا دكتور ليس لشهر رمضان، انما لكل العام. رمضان اساسه جاء لعلكم تتقون، ليعلمني التقوى لله رب العالمين. والتقوى الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. التقوى بتعلم نفسي. تخيل حضرتك سيدنا عمر بيسأل أبي بن كعب: ما التقوى يا أبي؟ سيدنا عمر مش عارف التقوى، عارفها بس عايز يستفيد من علم أبي. فأبي أجابه إجابة غريبة جدا، قال له: يا أمير المؤمنين، هل مشيت في طريق فيه شوك؟ قال له: نعم. قال له: ماذا فعلت؟ قال: أشمر عن ساقي، وأنظر إلى مواضع قدمي، وأقدم قدما وأؤخر أخرى. قال له: لما؟ قال له: خشية أن تصيبني شوكة. قال له: تلك هي التقوى. ما هو كلمة الغيبة شوكة، كلمة النميمة شوكة، النظر الحرام شوكة، سماع الآثام شوكة. خل الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى. واصنع كماش فوق أرض الشوك، يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فمن هنا نتعلم إزاي رمضان يعلمنا الصبر بجد، الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله، ويعلمني أن أشكر نعمة الله.